يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه قصة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام، وعاد أمة قوية من العرب البائدة، وكانوا أصحاب قوة في أبدانهم، وكفروا بالله عز وجل وأشركوا بالله. أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله ويذكرهم بنعمة الله عليهم، وجعلهم خلفاء من بعد قوم نوح، وزادهم في الخلق بسطة يعني سعة، وأمرهم بعبادة الله عز وجل وشكر نعمة الله عليهم، وذكرهم بما أمدهم الله به من النعم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما كان منهم إلا أن قام لدعوته بالرد، وقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، بل إنهم هددوا هودا عليه السلام، قالوا له إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، يتوعدونه بآلهتهم وأصنامهم. فرد عليهم عليه الصلاة والسلام بالتحدي، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فتنجوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. فتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه لعنة في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وأما إرم فقيل إنها مدينتهم وديارهم التي كانوا يسكنونها، وكانت ذات مباني جميلة وأنهار وبهجة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقيل المراد بعاد قبيلة، وإرم أبوها، عاد إرم يعني عاد بن إرم. الحاصل أن الآية تذكر بما أوقع الله سبحانه وتعالى من عقوبته في هذه الأمة العاشية المتجبرة، وأنها لم تنفعها قوتها. أرسل الله عليهم الريح العقيم: لا تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. وفي الآية الأخرى يقول: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، ترفع الناس إلى أعلى الجو، ثم تنكشهم على رؤوسهم فيلقون في الأرض كأنهم أعجاز نخل نخرت فيها الناخرة أثرت فيها أثر سوء، فكذلك أجسامهم شبهوا بالنخيل بطولها وضخامتها. نعم. جزاكم الله خيرا.